أبدت مجموعة من الناشطات اليمنيات استياءهن من تأخر القضاء في البت بالدعوى التي رفعنها منذ عامين ضد البرلماني حميد الأحمر بما يخص القذف المباشر خلال مقابلة صحفية معه أجرتها صحيفة نيويورك تايمز في العام 2011. إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، سيرة كفاح قضائي من بداية 2012 ولا تزال حتى اللحظة سجينة أدراج المحاكم التي لم تتجرأ إصدار أي حكم قضائي إلى الآن تحت مسمى المشائخ خط أحمر. هذا ما يدور بخصوص الدعوة التي رفعتها مجموعة من الناشطات اليمنيات المتضمنة ما ورد على لسان البرلماني حميد الأحمر الذي لم يره الشعب على مقاعد البرلمان، ونشرته صحيفة نيويورك تايمز في 16 من شهر إبريل 2011، وتناقلته مواقع إخبارية عديدة والتي اتهم فيها الناشطات بتحويل الساحات إلى مراقص. قدم الاستئناف في 20/1/2012 والمفترض أن لا يمر ب 15 يوم، وهذا مر عليه سنة تقريبا. نحن الآن في نهاية 2012، والمستغرب الآن أنه تجد أن النيابة تعمل على الدفاع بشكل أو بآخر عن حميد الأحمر. القضية التي رفعت إلى النيابة العامة ولم تلقى أي رد أو إنصاف حولت إلى محكمة غرب الأمانة لتصل إلى محكمة الاستئناف في أول جلستها التي رد فيها القاضي الموكل بالقضية بأنه سيبلغ المدعي عليه لحضوره أو من يمثله في الجلسة المقبلة. ننتظر إلى الجلسة القادمة 24/12 ماذا سيكون، هل سيحضر حميد الأحمر، هل سينزل من برج العالي أو يحضر محامي للدفاع عن نفسه أو لا. أعراض تنتهك تحت مسمى النفوذ ليتلقاها الرأي العام العالمي، لا هي يمنية ولا تمت إلى الأصالة والقيم اليمنية بأي صلة، لكن من يبلغ محاكمنا بأن هناك من ينتظر أمر الفصل لبراءة نساء اليمن؟